أناس رسموا في قلوبنا وسام لا يتغير بتغير الأحوال فهو ثابت كثبوت الجبال، وهناك أناس تركوا في قلوبنا بصمة بكلمة جميلة أو عبارة شيقة أو نصيحة قيمة. وفي يوم المعلم أوجه الشكر والتقدير لمعلمتي ماجد دمجان التي زرعت بنا الأمل وأبقت بنا الأثر الطيب وغرست بنا حب العلم. شكري لمعلمي الأستاذ إبراهيم القرني الذي ساهم في انضمامي لموهبة، حيث شست مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، ومن ثم أبحرت في بحار الموهبة حيث أصبحت طالبا موهوبا ملهما متطوعا داخل أسوار مدرستي وخارجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب مات أحمد الغامدي من منطقة مكة المكرمة في برنامج الأنبياء. حاب أقدم شكر خاص للأستاذ وليد الجابري على مساعدته والمتابعة معي في رحلتي في برنامج الأنبياء الرياضيات. اهلا، انا تالي القحطاني، وبمناسبه يوم المعلم حابه اني اشكر جميع المعلمين والمعلمات اللي كرسوا جزء كبير من حياتهم في تربيه وتعليم اجيال كثيره وعظيمه. على وجه خاص حابه اني اشكر استاذه سهام السبيعي على وقفتها معانا وشخصيتها اللي غرست فينا حب الاصرار والعزيمه وحب التعلم. شكرا لكم، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. تحية لليوم العالمي للمعلم، وأنا أوجه التحية والشكر لمعلمي ناصر الشهراني وهو والدي وأيضا هو معلم، وعلمني الكثير من علوم الحياة والدراسة. أشكر معلمي الصف الثالث الابتدائي الأستاذ علي العتيبي على ترشيحي في اختبار الكشف عن الموهوبين، والذي كان له الفضل بعد الله في بداية مسيرتي مع الموهبة. السلام عليكم، معكم الطالبة نورة حمدان من ثانوية الحياة للبنات. أشكر معلمتي شمعة مالكي، فمنك تعلمت أن النجاح قيمته ومعنى، ومعك يا منت أنا مستحيل في سماء الإبداع والرقي، فأنت أهل الشكر والتقدير، فلك مني كل الثناء والتقدير، وكل عام وأنت نبع يفيض علما ومنارة. أود أن أشكر معلمي الأستاذ بدر بن قبلان بن جليغم بمناسبة يوم المعلم، فأقول له شكرا معلمي، فلولاك لما وصلت اليوم إلى هنا، أنت أثرت فيني حب العلم والإنجازات، عبارات الشكر قليلة وكلمات الثناء لا تستطيع أن تفيك حقك، فكم أفخر فيك. شكرا